فدي من ضمن الحفلات. وبعدين حتى يعني دخلت رحت برضو سافرت رحت جنوب افريقيا انا يعني دخلت جوهانسبورج ووصلت لغايه راس الرجاء الصالح. نعم. يعني هناك في مسلمين وبتاع دخلت بعجوبه هناك لانه هناك ممنوع دخول اي بلد في تمثيل دبلوماسي ابدا. لكن المسلمين هناك حاولوا لغايه ما اخذوا موافقه من الحكومه ودخلت هناك مرتين ورحت راس الرجاء الصالح. وكيفيه استقبالك يومها؟ في جوهانسبرغ. جوهانسبرغ يعني استقبل التلفزيون والبتاع وصوروني في المطار والبتاع يعني حاجه غريبه يعني. وقالوا لي يعني وبعدين شفت التفرقه العنصريه على طبيعتها بقى. وحتى قالوا لي عزموني قالوا لي تعالى اقرا لنا ما تيسر من القران يعني ايتين كده في برنامج مش عارف بنعمله للجماعه ليه. فقلت لهم الايات يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى طبعا ما يفهموش معناها دي وجعلناكم شعوبا وان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير يعني ما فيش لا فضل العربيين على عادتني ولا الابيض على اسود الا طب بهذه المناسبة فضيلة الشيخ ألا ترى أن يصطحبك في مثل هذه الزيارات والرحلات والجولات وخاصة في البلاد التي لا تتكلم العربية أحد من الذين عندهم القدرة على تفسير آيات القرآن الكريم؟ في الحقيقة أنا كان معي مرافق يعني قارئ برضو ثاني يعني واخده وبعدين كان معي واحد صديق خدته معي برضو يعني شرطت عليهم كمترجم يعني هو راجل متدين برضه يعني عنده فكرة عن الناحية الدينية يترجم معاني القرآن بتاع فكانت في جنوب أفريقيا بالذات يعني إنما في أمريكا أنا رحت أمريكا ولفيت ذهبت أيضا إلى أمريكا رحت 14 ولاية في أمريكا المراكز الإسلامية كلها طبعا المراكز الإسلامية اللي فيها يعني مسلمين وفيها عرب وفيها ففيها يعني مكتفية بالمترجمين العرب. ويوم لا ينسى ايضا في امريكا هل تذكر يوما هناك في امريكا؟ نعم. لا انا شوف يعني من فضل الله علينا ان ما فيش دولة من الدول يعني في لوس انجلوس انا اسلموا ست عندما استمعوا الى قراءة القرآن الكريم. في اوغندا اسلموا 92 يعني عملت حفلتين 72 في ليلة واحدة والباقيين في الليلة الثانية أشهروا إسلام. حتى في بنت كانت مذيعة كانت مرافقاني في التلفزيون بترافقني في البتاع وبعدين في آخر يوم وطت على إيدي على رجلي مؤاخذة وبس أنا يعني تأثرت ما قبلتهاش وبعدين طلبت بأنها تحج فقلت للأوغنديين يعني لو سمحتوا يعني تشوفوا تصرفوا معها دي وتخلوها تحج هذا العام وبعدين مش عارف كان اسمها إيه سمناها آمنة وبعدين شوف من فضل الله اني انا حجيت في هذا العام والتقيت مع الاوغنديين فبقول لهم البنت اللي كانت معنا اللي حجتها موجوده معنا هنا والحمد لله جبناها فاطمئنيت الحمد لله فكان 92 اسلموا في اوغندا وسته في لوس انجلوس و24 في جنوب افريقيا ويعني على ما اذكر كده في كم بلد كده يمكن واحد اثنين يعني انما الحمد لله يعني برضو رحلاتي كان فيها يعني بعد كل هذه الرحلات والجولات في البلاد الاسلاميه والعربيه هل تستطيع ان نخرج منها بعباره عن حال المسلمين في غير البلاد الاسلاميه؟ هل يقبلون على الاستماع على قراءه القران الكريم؟ في يعني في اجانب بيقبلوا على سماع القران وبيبقوا يعني بيبقوا على وشك الدخول في الإسلام. طب ماذا ترى من واجبنا نحن تجاههم؟ هل فقط نرسل لهم البعثات من قراء القرآن؟ أم أزودهم بالمصاحف والكتب الإسلامية؟ لا عاوز لا غير الكتب عاوز بعثات. نعم أشخاص. أشخاص تسافر عمليين. ما الكتب معها كثيرة هي. نعم. كتب موجودة في المراكز الإسلامية وبتاع لكن إحنا عاوزين غيرنا بيعمل بنشوف هناك في بعض البلاد عاوزين احنا كمان نتحرك.